هو كده بدأ ريكورد عند حد؟ اه تمام كده بدأ بدأ ريكورد كده. تمام. بالنسبة للنقل والتخزين، هو الدكتور بدأ معانا بالكولد بايب لاين. الكولد بايب لاين وباختصار قال لك دي بايب لاين، مش معناه إن هي ساعة ولا أي حاجة، باختصار شديد إنك ما بتسخنهاش، لأن عندنا حاجة اسمها هوت بايب لاين. دي أنت بقى بتسخنها، عندك مثلا وليكن أنت بتنقل أويل، الفيسكوس بتاعته عالية أوي، فأنت عايز مثلا تسخنه شوية عشان إيه يعرف يتحرك. نركز شوية على كولد بايب لاين. المسائل عندنا بتتقسم لحاجتين، في ديزاين وبروبلم. الديزاين بقى بنعمل فيها إيه؟ الديزاين هو بيطلب منك أصلا احسب لي عايز الديامتر بتاعت البايب نفسها، يعني أنا لسه بعمل البايب نفسها لسه بعملها، فعايز أعرف الديامتر بتاعها إيه. وبرضه في حسابات تانية بقى، بحسب مثلا البامب مثلا عايز كام واحدة، مكانها فين بالظبط. البروبلم بقى هي تعتبر طريقة حلها، هي تعتبر العكس، يعني بتمشي بالعكس بالعكس خالص. هو بيديك البايب نفسها ومعرفك الديامتر ومعرفك كل حاجة، بس يبقى مثلا في مشكلة أو عايز حاجة، في حاجة عايز يعملها، يعني مثلا عايز يزود الكيو، مثلا عايز يزود عدد البامبس مثلا يوصل لقيمة معينة، عايز يوصل لهورس باور معين. فدي بقى يبقى أنت عندك بايب موجودة أصلا وأنت عايز تعمل عليها تعديل. تمام، النهارده هنخلص اللي هو الديزاين. الديزاين دي اللي بيبقى شرحها الدكتور اول محاضره خالص. اول حاجه خالص المعطيات، معطيات يعني مش لازم يديها لك كلها، في حاجات مثلا انت ساعات بتفرضها ساعات هو بيديها لك وهكذا. يعني اول حاجه خالص اللي لازم يديها لك في مساله الديزاين، بيديك حاجه الاويل كاباسيتي، دي معناها الفلو ريت الكيو، وهنا بيديها لك بالمليون طن برير، مليون طن في السنه. طبعا مش هنشتغل بالوحده دي، احنا هنحولها بعدين، بس واحنا ماشيين كده واحنا بنقرا المساله هتلاقينا انت بتحول وحدات علشان ايه تسهل الحل. يعني مثلا الرو مثلا ده ب 857.9 بالكيلو بالكيلو جرام، في حسابات بتستخدم الرو بتستخدم سبيسيفيك جرافيتي، ففي نفس الوقت انت وانت بتقرا بتحط السبيسيفيك جرافيتي بكذا، تمام، تقسم على 1000. بس افرض هو مش مديك الاثنين اصلا، ممكن يديك الاي بي اي باختصار القانون دهوت، وتحسب ايه السبيسيفيك جرافيتي بتاعتك، وتحسب برضو الكثافه الاويل بتاعك. تمام، نلاحظ برضو في المسائل اهم حاجه الوحدات والكلام ده كله، ان في تحولات كتير قوي في المساله. يعني مثلا الفيسكوستي بيديها لك ب 25 سنتي بواز، بيديها لك دي هي المعطى. تمام، انت برضو بسرعه كده بتحولها لايه كيلوجرام على متر في الثانيه، بتعمل ايه، بتقسم على 1000 تضرب 10 اس سالب 3. تمام، هتحتاجها، لان في حسابات ساعات بتحتاج ال 25 سنتي بواز، وفي حسابات بتحتاج الايه 25 من 1000 كيلو جرام على متر في الثانيه. تمام، معلش هو انا بحسب الرو ازاي؟ الرو هو ساعات لما بيديها لك معطى بالمنظر ده، او بيديك الاي بي اي. الاي بي اي وليكن مثلا 34، الاي بي اي بتجيب السبيسيف جرافيتي في طرف لوحدها وتحسب الاي بي اي، قصدي بتحسب السبيسيف جرافيتي. تمام، حسبت السبيسيف جرافيتي خلاص بقت معاك رقم ده وليكن 8 من 100، 8 من 10، فبتضربه في 1000. تمام، تمام يا غريب، تمام تمام، حسبت الزفاف كده تمام خالص. برضه بيديك اللينس، اللينس بتاع الخط، طول الخط اللي انت عايز تعمل عليه انا بيبدا قد ايه؟ 120 كيلو. احنا مش هنستخدم 120 كيلو خالص، بنستخدم المتر. لو انت وانت برضه بسرعه كده بتعملها ايه؟ 120 الف متر. تمام، في معطيات برضه ساعات هو بيديها لك وساعات هو ما بيديلكش، بتبقى انت بتفرضها، فاحنا بنختار برضه اسوء الظروف اللي هو ايه ما بيديهالكش. اخر معطى معاك بيديك اللاند بروفايل، شكل الارض. يعني مثلا عند اكس صفر، انت واقف عند المسافه صفر اهوت، الارتفاع كان 100 متر. عند اكس 30 كيلو الشكل الارض بقى ايه 450 متر، فانت يعني في ارتفاع وفي انخفاض في شكل الارض، الارض مش مستويه بطول الخط يعني. ونعرف ازاي هنسيبه زي قدام. اول حاجه خالص في المسألة احنا قلنا خلاص هنظبط الوحدات ونحول الكلام ده كله، ليه احنا ما حولناش الكيو؟ لأن دي بنحولها للطرف لوحدها في خطوة لوحدها. يعني ازاي؟ أول حاجة خالص الكيو. الكيو عندنا 125 مليون طن في السنة. فأول حاجة مليون طن دي عايزين نحولها لكيلو. يعني الرقم ده نضربه في 10 أس 6، ده 10 اس 6 عشان نحوله، ده اللي هو الام ام، يبقى كان عندنا الرقم ده بقى بالايه بقى بالطن. وبعدين نضرب 10 اس 3 عشان نحول للكيلو. خلاصه نضرب 10 اس 9 عشان ايه
بنحول للكيلو، تمام. وبعدين وبعدين نقسم على الايه، على الرو. ليه بنقسم على الرو؟ ان عندنا كتله، عندنا فوق هنا، عندنا هنا كتله، بنقسم على الرو علشان نحوله لوحده فوليوم. عايزين الكيو حولها لايه، حولها لوحده فوليوم اللي هو 200 متر مكعب، تمام. عايزين نحوله للفوليوم. ليه بقى ضربنا في 7880 اللي هو بالير؟ ده عدد بالير اللي هو السنه فيها كام ساعه. انت لو عملت على الحاسبه عدد السنين، عدد الساعات في السنه، تقول 24 يوم 365 هيطلع لك 8000 وشويه، تمام. بس بيقول لك ليه ما استخدمش الرقم ده؟ بيقول لك علشان في السنه ما بنشتغلش اي كل الايام، فبنشتغل ايام اقل، يعني مثلا بيبقى في 25 يوم اجازه، 30 يوم اجازه، فال 8000 شويه بيقلوا ل 7880 ساعه في السنه، تمام. الخلاصه كلها باختصار، انت معاك ال 135 تضربه في 10 اس 9 عشان تحوله لكيلو، وبعدين تقسمه على الرو اللي هو مديلك معطى، وبعدين تضربها في 7880 عشان في الاخر تحصل على الايه، ان كيو عباره عن 200 متر مكعب في الساعه، تمام. خلاص كده انت كده حولتها زي الفل، تمام. في تحويله كمان انت ممكن تحتاجها وممكن لا، هنعرف ازاي، يعني هنعرف ازاي قدام. الرقم اللي انت جبته ده هوت اللي هو ال 200 متر مكعب في الساعه، هتضربه في 4 4 و4 هيطلع لك معاك، هيطلع معاك 880 جالون بير مينت، تمام. يبقى احنا عندنا 2 كيو، كيو ب 200 متر مكعب في الساعه و880 جالون بير مينت، هي نفس كيو بس حاجات مختلفه، تمام. احنا انت كده خلاص ظبطت وحده الكيو. ليه بقى بنظبطها كده؟ علشان نستخدمها في قانون، عايزين نحسب الديامتر بتاع البايب. الديامتر بتاع البايب او الاوبتيمم ديامتر ليه قانونين، القانون اللي هو اللي فوق ده او اللي على الشمال اللي هو 1.17 كيو سبيسيف جرافيتي في الميو، والقانون الثاني هو نفس القانون ثابت برضه، اختلاف ثابت، كيو سبيسيف جرافيتي في الميو، تمام. ايه الفرق في الوحدات اللي انت بتدخلها، تمام. يعني مثلا انت لو دخلت هنا كيو بالمتر مكعب بالاور، دخلت سبيسيف جرافيتي زي ما هي الدايمنشن لسه عادي، ودخلت الفيسكوستي بالكيلو جرام بالمتر في الثانيه، تمام. لو دخلتها بالوحدات ديت هيطلع لك الاوبتيمم ديامتر بالسنتيمتر، تمام. والناحيه الثانيه لو دخلت الكيو هنا بالجالون بير مينت والسبيس جرافيتي دايمنشن لسه عادي خالص، والفيسكوستي دخلتها بالسنتيمتر، هيطلع لك هنا الديامتر، هيطلع معاك بايه بقى؟ هيطلع لك معاك بالانش. تعال نجرب. اللي عندي مثلا دي اوبتيمم هنا هتساوي 1.717 من 1000، هنضربها في 200، في 200 بقى، في 200 اللي هي بالمتر مكعب بالاور، بأس 479 من 1000 في سبيسيفيك جرافيتي اللي هي 8579 في 142 أس 142، ضربتها في الفيسكوستي بوحدة الإيه بقى؟ كيلو جرام على متر في الثانية اللي هي 25 في 10 أس سالب 3، تمام؟ أس 27 من 1000. لو حسبت الحسبة كلها هيطلع معاك 1924 سنتي، تمام؟ طلعتها بالسنتي خلاص أهو. أو عاوز أحولها للإنش، بضرب الرقم ده في 254، 254 مية، يطلع معاك 7.58 إنش، تمام؟ ده الدي أوبتيموم، تمام؟ ده الدي بتاع البايب. بس انا لما اروح الشركه عايز اشتري مثلا بايب مثلا بالديامتر ده، مش هينفع، ده مش ستاندرد. الستاندرد ايه بقى؟ هو اقرب رقم الزوجي اللي بعده على طول، يعني مثلا ده 7.5، يبقى البايب اللي انا هشتريه هو 8 انش. افرض طلع معاك 6.5، اختار برضو ايه 8 انش، الرقم الزوجي اللي بعده على طول، تمام. يبقى انا هشتغل بالديامتر بتاعي 8 انش ستاندرد، تمام. تعال نشوف القانون الناحيه الثانيه، اقول دي اوبتيمم بيساوي الثابت اللي هو 276 فاضربه في الكيو، بس نخلي بالنا كيو الناحيه، الكيو المره دي بالجانب بالمينت اللي هي 880، تمام. اس 479 من 1000 اضربه في السبيس جرافيتي في 142 في الفيسكوستي. خلي بالنا الفيسكوستي هنا بالايه؟ بالسنتي بواز، عشان كده كتبت ايه 25 بس، باور 27 من 1000، تمام. يطلع معانا كام؟ لو حسبت الحسبه دي هيطلع معايا 7.58 انش جاهزه، مش محتاج ان انا احولها،
يعني لو انا اشتغلت بالقانون الحدي هيطلع لي معاك على طول بالانش، اختار رقم الزوج اللي بعده على طول اللي هو ستاندرد 8 8 انش. تمام كده خلاص حسبت الدي اوبتمايز، يعني حسبت الديامتر اللي انا هشتريه من الشركه. انتوا معايا؟ معاك. ايوه معاك. ايوه تمام معاك زي الفل. خلاص كده حسبت، خلصت اول خطوه. الدي اللي انا جبتها من هنا بخش بيها على جدول اللي هو الجدول ده. الجدول ده موجود معانا في سكيمات كتير قوي. هتلاقي هنا بالجدول ده سكيدول 40. تمام، لان لو مصورين الورق كله هتلاقي فيه سكيدول 40 سكيدول 60 80 وفي 20 كمان. بنخش على اللي هو 40، تلاقي مكتوب فوق كده 40. بنعمل بيه ايه بقى؟ بنخش على السايز انش اللي هو اول عمود على الشمال خالص، اشوف الديامتر اللي انا اخترته. انا اخترت 8، فاجي عند 8 واشوف الارقام اللي جنبه. اول عمود بعده اللي هو الاكسترنال ديامتر، ده ماليش دعوه بيه ما ابصش عليه. اللي بعده اللي هو الانترنال، ده اللي انا عايزه، ده اللي انا هجيبه. هتلاقي مكبر هنا الصوره، هنا مكبر الصوره يعني. رقم 8 ده، 8 ده اللي هو الاوبتيمم ديامتر اللي انا ايه طلعته. ده الاكسترنال، ده الاكسترنال ده مش عايزه. انا باخد الرقم ده بكتبه، بقول دي انترنال ب 7 89 انش. تمام، الرقم ده بالانش. فبالمره بحوله لسنتي، قصدي بحوله لمتر عشان احتاجه لقدام عشان ما ايه ما اضيعش وقت. فبقول الرقم ده بالانش بضربه في بوينت 0254، يطلع معايا الرقم ده 2027 متر. تمام، بوينت 2027 متر. تمام، طب العمود اللي بعده اللي هو الثالث ده ولا الرابع، ده الثيكنس، الثيكنس بتاع البايب 322 الف انش. تمام، واسيبها زي ما هي، انا مش محتاج احولها. تمام بس كده. هو الانش لما اضربه في 2.5 بيطلع لي سنتي مش متر، احوله لمتر ولا انا عايزه سنتي؟ لا انا عايزه متر. يبقى اضرب في 100 بعد كده ولا ايه؟ اقسم لا عليه قصدي؟ انا ضربته في بوينت، يعني بوينت 0 254. اه تمام. تمام، ثانية واحدة. ايوه ماشي الحمد لله. صوت ظهر دلوقتي؟ اه معاك. تمام ماشي، خلاص كده خلصنا اول خطوه، حسبنا الدي اوبتيمم. تاني خطوه من الدي اوبتيمم اللي انا حسبتها ديت اخش بيها على الجدول اجيب الدي انترنال والستكس. الخطوه اللي بعدها توتال لوس، يعني انا عندي ليكويد عايز انقله من مكان A ل B. تمام، عايز البريشر اللي هو عايز انقله من المكان ده للمكان ده، انا عايز احتاج قد ايه بريشر عشان انقله من مكان لمكان. فهنا مكتوب ان التوتال هيد، التوتال هيد اللي انا عايزه بيساوي، يعني هو ماشي مثلا اكيد بيفقد بريشر. ايه البريشر اللي بيفقده ده؟ فينا فريكشن، نتيجه الفريكشن الاتش اف، نتيجه الفريكشن بتاعت البايب. الام ده نتيجه اللي مثلا لو في مثلا زي تشوك مثلا، ولا زي في كوع مثلا في البايب او في خناقات في البايب. الاتش اس هقول لك ده معناه ايه، والدلتا زد ده فرق الارتفاعين، يعني انا انقله مثلا من جبل على سطح الارض فده فرق الارتفاع. تمام، ودايما الدلتا زد هو النهايه ناقص البدايه. تمام، يعني ممكن يكون موجب او ممكن يكون سالب. يعني لو بنقله مثلا من جبل على الارض فبقول النهايه مثلا وليكن صفر، والجبل مثلا او مكان مرتفع 20 متر فبقول صفر ناقص 20، النهايه ناقص البدايه. تمام، الاتش اس ده حاجه كده زي سيفتي فاكتور، يعني مثلا انا مش عايز انقله مثلا يوصل البريشر معايا يوصل للنهايه يكون صفر. يعني مثلا مش عايز انقله مثلا ب 2000 بي اس اي مثلا وهو ماشي بيقل، انا مش عايزه يوصل في النهايه يكون صفر، لا انا عايزه يوصل مثلا ومعايا مثلا على الاقل 50 بي اس اي، او معايا 20 او معايا 30 وليكن. فده زي يكون مثلا ايه زي سيفتي فاكتور كده. هنا بقول لك الاتش اس ده ستاتيك هيد، ده انا بحتاجه، وزد ده دلتا زد. الام ده ماينور لوسز نتيجه الحاجات الصغيره اللي موجوده في الخط. الاتش اف ده تحت الفريكشن. ويقول لك الاتش ام ده بيكون 15% من الايه الاتش اف. تمام، هو مش دايما بيكون 15، هو النسبه بتتراوح من ايه من 10% ل 25 او 30%. تمام، هو لو مش مديك معطى فانت بتفرضها ب 15%. تمام،
اديها لك مثلا ب 20 مفيش مشكله، اديها لك ب 15 مفيش مشكله، بس هو مثلا هو ما ادهنيش بفرضها انا ب 15%، تمام؟ فبالتالي الاتش توتال بتساوي ايه؟ بتساوي اتش اف زائد ايه بقى؟ زائد 15% اتش اف زائد اتش اس زائد دلتا زد. الاتش اس ديت سيفتي فاكتور، ده بيكون معطى والدلتا زد بيكون معطى، تمام؟ الاتش زد الاتش اس هنا لو مش معطى يعني هو ممكن يكون 30، ممكن يكون 40، ممكن يكون 50. الدكتور يعني مثبتها معانا 30، اديها لك معطى مثلا 50 اشتغل ب 50، تمام؟ دلتا زد ممكن يديها لك معطى، تمام؟ طب لو ما ادالكش معطى بتروح انت للجدول ده بتعمل منه ايه؟ عند ديستانس صفر كان الارتفاع 100، طب وعند ديستانس 120 كان الارتفاع 200، فالدلتا زد كام بقى؟ النهايه ناقص البدايه، ف200 ناقص ب 100. ممكن يتراك دايركت كده في المعطيات، دلتا زد بتساوي 100، بس انت ممكن تحسبها من ايه؟ من المكان ده، من النهايه ناقص البدايه. حاجه كمان، افرض ال دي مش مديلك معطى، يعني مثلا بالخط كده ما عملكش كده، عمل لك كده مثلا ما ادالكش معطى، عايز هجيب ال منين؟ هتجيب ال طول الخط اللي هو اخر رقم هو طول اللينس بتاعك، تمام؟ معلش الصوت ادي علق كده يعني ده توتال لينس، بيجي ثانوي. تمام؟ ال 120 كيلو دي 120 الف الصوت ما متر، كانش تمام؟ واضح يا ابراهيم افرض هو ان ما عندي ادالكش ال معطى عندي ما كنت بتحسب ال 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 تمام ماشي بقى ده. ال ال مثلا افرض هو ما ادالكش معطى، فبتعمل ايه؟ اخر رقم بيديهولك يعني الاكس هي بتزداد، الاكس هي المسافه 0 30 35 80 120، ده اخر ده هو ده اللينس، ده التوتال لينس بتاعك 120، تمام؟ كده عرفنا ما لو هو ما ادالكش اللينس بتاخد انت اخر رقم هنا من الاكس. افرض هو ما ادالكش مثلا معطى هنا في المعطيات دلتا زد بتساوي كذا، فبتعمل ايه؟ دلتا زد جيب اخر زد ناقص 100، ده الدلتا زد بتاعك 200 ناقص 100 ب 100، تمام؟ وزي ما قلنا الدلتا زد ممكن يكون موجب او سالب، يعني انت بتاخد اخر رقم ايا كان القيمه ناقص اول رقم، تمام؟ بس كده نخش على، تمام كده قلنا الاتش تي بتساوي الاتش اف زائد 15% من الاتش اف زائد اتش اس معطى زائد دلتا زد معطى، تمام؟ فانت لو حسبتها كده بسرعه كده، لو حسبتها كده قلنا مثلا واحد يبقى واحد ناقص 15% من الاتش اف، يبقى كده 1 و15% في اتش اف زائد 30 لو هي معطى، تمام؟ لو مش معطى بفرضها ب 30 زائد دلتا زد، تمام؟ لو بصيت على الشكل ده هتعرف ان لو حسبت الاتش اف خلاص كده خلصت، انت حسبت الاتش اف خلاص جبت انت دلتا الاتش تي على طول اللي هي الايه؟ التوتال لوس البرشر اللي انت محتاجه، تمام؟ طب الاتش اف ايه قانونها؟ قانونها هو ده 8 في الفريكشن فاكتور في الكيو تربيع في ال باي تربيع الدي انترنال داخليه في الجي عجله الجاذبيه، تمام؟ ودي اليونت اللي انت تستخدمها. الجدول ده مهم جدا لان ده اكتر حاجه تلخبط في المسائل كلها، تمام؟ الثمانية ده ثابت ماشي، الفريكشن فاكتور ده مش معايا المفروض احسبه، الكيو كيو انا حاسبها قبل كده، حاسبها قبل كده فين؟ هنا اهي كيو، تمام؟ ب 200 و 880. استخدم انه بقى كيو هنا بقول استخدم اللي هي بالمتر تكعيب في الساعه، تمام؟ ال ال اللينس 120 كيلو، بس قلنا هنستخدم هنا الايه؟ متر يعني 120000 على الباي ثابت. الدي انه دي بقى الانترنال ديامتر، وبيقول لك هتقول ايه؟ نستخدمه بالمتر، تمام؟ نستخدمه بالمتر عشان هو كده حاطط لك تحويله، لو انش اضرب في الرقم ده عشان ايه؟ هو عايز هنا بالمتر. الجي عجله الجاذبيه، تمام؟ ناخد بالنا من حاجه، ناخد بالنا ان الكيو اللي انت هتحطها هنا 200 متر مكعب بير اور، انت هتحط هنا 200 متر مكعب بير اور، هو مش عايز هنا بالاور، انت هو عايز هنا متر مكعب بالثانيه في الثانيه. فانت تعمل ايه؟ هتضرب واحد على 3600، يعني هتحط في المقام 3600 تحويله من ساعه لثانيه، بس هتحط 3600 ايه؟ تربيع، لان كيو هنا تربيع، فهتحط في المقام 3600 تربيع، تمام؟ ده عشان اجيب الاتش اف، تمام؟
بس انا دلوقتي ايه المجهول الوحيد اللي عندي هو الفريكشن فاكتور. انا عايز احسب الفريكشن فاكتور، ولو حسبت الفريكشن فاكتور ساعتها هيكون معايا الاتش اف، وساعتها هعرف احسب الاتش اي توتال. تمام، عشان احصل عشان احسب عشان احسب الفريكشن فاكتور اللي هو اف، بستخدم مودي دياجرام. تمام، ده يعني بيبقى رخم شويه عشان بيطلع ارقام تقريبيه، هنعرف ايه هقول لكم ازاي نهرب من الحته دي ونطلع رقم مظبوط. تمام، عشان اخش على المودي دياجرام ده لازم يكون معايا حاجتين. قلنا المودي دياجرام عشان احسب ايه الفريكشن فاكتور، لازم يكون معايا حاجتين، الرينولد نمبر والريلاتيف رفنس. تمام، الرينولد نمبر ديت شفناها بكده في مواقع وشفناها مع دكتور جويش، قانونها ايه؟ الرينولد نمبر بيساوي رو في دي على ميو، وبالتحويلات كده وتظبط المعادله هيطلع معاك المعادله دي، ان الرينولد نمبر هتساوي 4 في الكيو في الرو على باي انر ديامتر على الايه؟ في الميو. تمام، الكيو هنا بتستخدمها برضو بالمتر مكعب في الساعه، الرو كل دي وحده اس اي، يعني انت لما شفت المتر وكيلو يبقى انت بتستخدم كله بي اس اي، تستخدمه قصدي اس اي، يعني كيو متر مكعب في الساعه، الرو كيلو جرام على المتر على متر تكعيب، الديامتر هنا طبعا بالمتر، الفيسكوستي بالايكونوجرام على المتر في الساعه. تمام، الكيو هنا برضو انت هتدخلها 200 متر مكعب بالاور، بس هنا في القانون هو عايزها بالايه في الثانيه، فانت بتضرب في واحد على 3600، يعني هتحط في المقام هنا تزود هنا في المقام 3600. تمام، انت كده خلاص حسبت الرو. عايز احسب الريلاتيف رفنس، الريلاتيف رفنس رمزها الايتا على الدي. تمام، هنا بقى في حاجه مهمه قوي، الريلاتيف رفنس ساعات بيديلك معطى وساعات ما بيديلكش معطى، لو ما ادالكش معطى بتاخدها بالرقم ده اللي هو 3015، 3015 فوت. تمام، ده الايه. طب الدي بقى، الدي الوحيده اللي هتحطها نومينال هي الريلاتيف رفنس. يعني ايه؟ يعني تلاقي كل القوانين الدي هنا انترنال، الدي هنا انترنال، كل القوانين هتستخدم الدي انترنال ما عدا الريلاتيف رفنس. الدي اللي تحطها هنا هي الدي نومينال. ايه هي يعني ايه الدي نومينال؟ الدي اللي انا حسبتها في الاول خالص، اللي انا حسبتها هنا، اللي انا حسبتها من هنا، اللي هي كانت طالعه بكام؟ ب 8 انش. تمام، 8 انش في كل القوانين ما عدا الرفنس. يعني نستخدم الثاني اللي هو الانترنال اللي انا جبتها من الجوده اللي هي 7981. تمام، بنستخدم اللي احنا جبناها اللي هي 8 انش اللي هي اول حاجه خالص دي، اللي اسمها ده اسمه النومينال ديامتر او الاوبتيمم ديامتر. تمام، نرجع تاني هنا، يعني قلنا خلاص دي الاي الوحيده او دي الوحيده اللي بحطها نوم. تمام، انا هحسبها هحسبها هنا اهو. تمام، خلينا هنا عشان نمشي عشان نمشي بالارقام، قلنا الاول حاجه نحسب الايه الرينولد نمبر، القانون بتاعي اللي هو 4 في كيو رو على باي في باي في ايه بقى؟ في الدي انترنال الداخليه، بس عشان قلنا هنا بالمتر فاحنا جبنا جبنا الانش وضربناها في 0.254 في الفيسكوستي بالكيلو جرام بالمتر على الثانيه، عشان كده 25 من 1000. وفي المقام ما ننساش ال 3600، ليه ما ننساش؟ لانها اصلا مش موجوده في المقام الاساسي، احنا بنزودها تحت كده 3600 عشان دي تحويله مهمه قوي. طلع معايا الرقم ده، الرقم ده دايمنشن ليست لان الريل نمبر ما لهوش وحدات. تمام، جبت انا الريل نمبر، اكيد بقى ريلاتيف رفنس الايه هنا قلنا ايه معطى او مش معطى، باخده انا ب 15 ايه 3015. تمام، الرقم ده بالفيت، الدي اللي انا جبتها اللي هي النومينال ديت بالانش، عشان كده قسمت على 12، 8 على 12 قسمتها عشان احولها للفوت. الرقمين دول مع بعض هيطلع لي 2 وربع في 10 سالب 4. تمام، خلاص انا جبت رول نمبر، جبت ريلاتيف رفنس، عايز احسب الفريكشن فاكتور من المودي ديجرام. المودي ديجرام بالمنظر ده خالص، بس المهم يعني هنستخدمه. هنمشي هنا ايه؟ هنمشي من اليمين للشمال. يعني انا الرقم هنا ده ريلاتيف رفنس، الارقام هنا مثلا 1 في 10 اس سالب 4، 2 في 10 اس سالب 4، 4 3 اصفار 4، يعني هي 4 في 10 اس سالب 4. باجي هنا عند انا اخترتها كام او حسبتها كام؟ 2 وربع. 2 وربع يعني فين؟ يعني فوق الاثنين دي بشويه، فوق الاثنين بشويه، بمشي على الخط دهوت، بمشي على الخط، بمشي على الخط ده، اقف فين؟ اقف عند التقاطع اللي انا هقطعه من الريل نمبر اللي تحت. الريل نمبر اللي انا حسبته كان قول تقريبا ده
اتنين في 10 أس كام؟ أس 4 تقريبا، 1 2 3 4، اه 2 في 10 أس 4، عشان هنا بقى مكتوبة هنا باللوج يعني. فهنا 2 في 10 أس 4 هنا اهوت، اطلع فوق مع الكيرف اللي طالع معايا، هيقطع معايا فين؟ هيقطع معايا تقريبا يعني في الحتة دي، اللي هو تقريبا مثلا ايه؟ هو مش واحد واثنين يعني دي؟ مش عارف تقراها، مثلا 29 ولا 28 من 100. نعم؟1.2 من 10 ولا 2؟ يا ابني 1.2 من 10 فين؟ ولا 2 اللي هي ال R ال E. الريل نمبر ديت 11900، فانا خدتها 2 في 10 اس 4 ولا ايه؟ ما 2 هتبقى 20، انت كده المفروض تاخدها واحد واتنين من اه عشرة. اه اه 1 و1 و2، 1 و2، اه صح، 1 و2 10 اس كام بقى؟ كده 4، ايه ده؟ 1 و 2 في 1 10 اس 4 برضه هي. 2 3 4 اس 4، 1 و2 في 10 اس 4، يعني هنا اطلع فوق، اطلع فوق واقطع الكيرف اللي انا كنت ماشي فيه من البدايه خالص، الكيرفات دي كلها هيطلع معايا تقريبا يعني قول 3 من ايه؟ الرقم ده 3 من ايه؟ من 100، 3 من 100 تمام؟ شفنا باللوج كام؟ 3 من 100. طب الرقم افرض انا طلعته 3 من 100 غير طلعه مثلا 27 من 1000 كده، ايه بقى الحل؟ الحل في القانون ده. القانون ده انت بتستخدمه بيطلع لك فيه نمبر، يطلع لك فيكشن فاكتور على طول من غير ما تخش على مود الديجرام اصلا. ايه هو القانون؟ 316 من 1000 على ريل نمبر اس ربع. القانون ده يعني افيلبل معاك او يعني يمشي معاك لغايه ريل نمبر يكون لغايه 100000 تمام. يعني في بعض المراجع بيقول لك مثلا ما بين 5000 و100000، بس احنا ريل نمبر اللي هيطلع لنا على طول ارقام كبيره يعني 7000 10000 25000، فيعتبر القانون ده يعني ماشي معاك على طول ينفع معاك. فانا استخدمت القانون وحسبت الاف، طلع معاك بالظبط الارقام دي. طبعا انت في الامتحان مش هتكتب له الارقام دي، هيعرف انك استخدمت القانون، هتكتب له بس ايه 3 من ايه من 100 بس. هنعمل ايه عشان في الامتحان؟ في الامتحان هنستخدم مودي ديجرام تمام، بس مش هنستخدمه، يعني هنستخدم القانون ده يطلع معاه 3 في 3 من 100 تمام. هنقوله بقى باي يوزنج مودي ديجرام اف هتساوي الرقم ده، وكمان فور تشيك عشان نتاكد، استخدمنا القانون ده وطلع معانا الرقم مظبوط تمام. الاف حسبناه في قوانين كتيره قوي عشان احسب الفريكشن. بيقول لك الفريكشن لو هو لو الفريكشن فاكتور لو ريل نمبر اقل من 2100، وده طبعا صعب يحصل في المسائل، يستخدم القانون ده. ولو ريل نمبر ما بين 5000 و10 اس 8 يستخدم القانون ده. بس طبعا القانون ده صعب تستخدمه او مش صعب، هو كده كده هيبقى معاك بس هيبقى ايه مفيش وقت، بس قانون سريع كده، قانون صغير تستخدمه بسرعه، تستخدم القانون ده هيطلع نفس النتيجه. لو استخدمت ده استخدمت ده هيطلع نفس الايه نفس الرقم تمام. طب احنا كده تهنا يعني، احنا حسبنا الفريكشن فاكتور. طب احنا كنا عايزين ايه اصلا؟ احنا عايزين نجيب الفريكشن فاكتور عشان نجيب الفريكشن لوس اللي هي الاتش اف. طب وبعدين عشان احسب الاتش اف، ما هو من الاتش اف ديت هعرف احسب التوتال لوسز بتاعتي تمام. الاتش اف خلاص اقول الاتش، ممكن اقول مثلا الاتش توتال خلاص انا عايز احسبها دايركت، اساب 1 و15 في الاتش اف اللي هو ده القانون بتاعها، زائد 130 زائد ايه 130 اللي هي الاتش اللي هي الايه الباقي بقى اللي هي الدلتا زد والاتش اس ستاتيك الاتش اس تمام. استخدمت القانون على طول دايركت كده، اقول 1 و15 اهوت في 8 في الفريكشن فاكتور اللي هو 3% في الكيو تربيع، ادي الكيو اهي تربيع تمام. في ال احنا خلينا ال هنا بالمتر 120000 متر على الباي تربيع مضروبه بقى ايه في الديامتر، قلنا ايه الانر ديامتر تمام. كل القوانين بتاعتي انر ديامتر ما عدا الايه ما عدا الريلاتيف رفنس. الانترنال ديامتر 7981، بس طبعا دي بالانش عايزينها بالمتر، فضربناها في 254 صفر 254، عشان كده اصلا من البدايه قلت لك ايه نحولها اصلا للمتر بدل ما اعمل على احسبه ارقام كتير واتلخبط والكلام ده كله. فدي عشان احولها للمتر اس 5 في الجي، في كمان في المقام في المقام 3600 تربيع تمام. 3600 تربيع
المقام هنا، عشان الكيو هنا بالساعه انا عايزها بالثانيه، تمام؟ وال 130 دي بره خالص، هتساوي معانا الرقم ده. ايه الرقم ده معناه ايه؟ الرقم ده معناه بالمتر، زي ما قلنا الارقام كلها معانا بالاس اي يونت، تمام؟ الرقم ده معناه ايه؟ ده اللي انا لو ده اللي هو البريشر بتاعي بتاع البامب او بتاع البامبس اللي انا لو شغلته في اول الخط هيوصل الليكويد بتاعي لاخر الخط، تمام؟ يعني ده ايه؟ هو ماشي الخط هي يعني هيحصل يعني في لوسز نتيجه الفريكشن، هيقل 3200 هتبقى 3100، 3000 هتبقى 2000 ونص، هتبقى لغايه ما توصل في الاخر خالص كام بقى؟ هتوصل للاخر خالص قيمه الاتش اس اللي هو السيفتي فاكتور، وهيوضح معانا في الرسم بعدين، هنوضح معانا في الرسم بعدين. خلاص كده انا حسبت ايه؟ نراجع تاني كده. اول حاجه خالص حسبناها الكيو، حولناها من خلال الكيو حسبنا الديامتر بتاع البايب بتاعي، ومن الديامتر بتاع البايب رحنا جبنا رحنا على الجدول حسبنا الانترنال ديامتر والسيكنس، وبعدين حسبنا توتال لوس. خدنا فيها وقت شوي وقت كتير، بس ايه احنا خلصنا خلاص حته الايه توتال لوس بتاعتي. انا حسبتها خلاص، تمام. اللي بعد كده معايا ولا انا توهتكم في حاجه؟ معاك تمام معاك معاك تمام. الحاجه اللي بعد كده نحسب الايه الماكسيمم فايبريشن. ايه بقى معناه ايه بقى؟ يعني ايه اقصى ضغط هيستحمله البايب ده، اقصى ضغط هيستحمله. فقانون مباشر البي ماكسيمم بيساوي 2 في تي ناقص سي مضروب في الاي اس على الانترنال ديامتر. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بيقول لك ان التي هو الثيكنس، طب الثيكنس ده اللي احنا حاسبينه في الاول خالص اللي احنا جبناه من الجدول. طب السي ده كروجن اللونس، ده يعني ايه كروجن اللونس؟ يعني هو ايه بعيدا عن المعنى ده، يعني الخط بعد فتره يعني بيحصل له ايه روجن شويه. ده الرقم مفروض يكون ناقص، بيكون حوالي مثلا ايه بيكون مثلا ايه رقم صغير. لو ما ادالكش معطى انت بتفرضه مثلا بتمن انش، تمن انش يعني ساعتها هو بيديهولك مثلا ايه ب 3 مللي 4 مللي، وانت تقعد تحوله، هنعرف نحوله ازاي قدام. وفي ويلدنج افشنسي طبعا دي رقم ده بيتراوح من 75% ل 85%، لو ما ادالكش معطى برضه فانت بتاخده اللي في النص اللي هو ايه 80%. الاسترنس جريد اللي هو الاس ده الرقم المفروض برضه يكون معطى، وهنعرف برضه لو هو مش معطى هتعمل ايه. الرقم ده بيكون بالبي اس اي، ودي اللي هي الانترنال ديامتر بالانش. خلي بالنا الوحدات هنا كلها ايه بي اس اي انش، بي اس اي انش كلها وحدات ايه اللي هي فيلد يونت، تمام. وبعدين بيقول لك ان تي ناقص التي ناقص التي والسي والدي والدي اي، هنا انت مش شرط تستخدمها بالانش، المهم يعني يكونوا ايه نفس الوحدات، بس عشان ما نتلخبطش والكلام ده كله نثبتهم نستخدم كلهم ايه بالانش. انت خلاص حسبت البي ماكسيمم، عايز تحولها المتر، يعني الرقم اللي هيطلع لك هنا ايه الرقم اللي هيطلع لك هنا بالبي اس اي، البي ماكس بي ماكسيمم هنا هيطلع لك بالبي اس اي، تمام. انت عايز تحولها للمتر، هتعمل ايه؟ هتجيب تاخد الرقم بتاعك اللي انت حسبته بالبي اس اي تضربه في 10 اس 4 على 14 22 في الرو، تمام. ال 14 22 ده الدكتور قال في المحاضره 14 و7 من 10، تمام. هو الرقم الادق قوي 14 و22، الدكتور قال مفيش مشكله الارقام هتبقى قريبه من بعضها، مفيش مشكله لو حليت ده او حليت بده، بس هو الصح والادق 14 22، تمام. تعالى نحسب البي ماكس الاول ونشوف الخطوه دي بعدين. البي ماكس ما هو بيساوي 2، تمام. السي لو مدالك معطى مثلا بتمن انش بتحط هنا 29 من 1000، ساعات هو بياخد شويه ويديهولك مثلا بالملي 3 ملي 4 ملي، فبتعمل ايه؟ بتحوله الانش، بتقول 3 ملي مثلا على 25، وبعدين هتقول في الاي، الاي اللي هي اي اللي هي 80% لو هي معطى او مش معطى بتفضل 80، ساعات يقول لك مثلا 70 فتحفظ 80% على حسب شوف هو بيديلك معطى ولا لا، مضروب في الاس.
الاس هو المفروض تبقى موطى، لو ما ادركش موطى بتبقى يعني ايه طويله شويه، بس هنا يعني معظم المسائل بتدرك موطى 21 مثلا 21000 ساعات بتكون 24500 29400 وهكذا، يعني المفروض تكون موطى. حسبت الحسبه بتاعتك طلعت معاك طلعت البي ماكس اللي هو 858 34 بي اس ار اللي هو اقصى ضغط يستحمله الفايل، تمام؟ انت عايز تحول الرقم ده لمتر، تمام؟ بس خلينا دلوقتي ما نحولش البي ماكسيمم دلوقتي للمتر، مش هنحتاجها بالمتر. ايه اللي هنحتاجه؟ البي ماكسيمم ده رقم يعني نظري شويه، ده بشغل المعامل والكلام ده كله، بس انا عايز احط زي سيتي فاكتور كده، اقول الماكسيمم اوبريتنج بريشر يساوي 9 اقصى ضغط استحمله الخط هو 90% من الرقم ده، عشان اكون في السيف زون، اكون في ايه، في منطقه امان شويه. اقول 90% 9 من 10 في الرقم اللي انا طلعته، معلش ما عندهاش حطها ضربه، تمام؟ صوتك صوتك قطع في حتة دي، ارجع تاني كده من اول 9 من 10 في الماكسيمم، بعمل ايه بقى كده؟ اقول ده ماكسيمم بريشر اللي يستحمله الفرن، بس ده رقم نظري شويه، يبقى احنا عايزين نحط زي سيفتي فاكتور، يعني ما نخش ما نوصلش للرقم ده، فانا بقول الماكسيمم اوبريتنج بريشر ان اقصى ضغط يستحمله الخط هو 90% من الرقم ده من البي ماكسيمم، بقول 90% او 9 من 10 من الرقم ده البي ماكسيمم هو ده الرقم اللي انا هشتغل عليه، ده اقصى ضغط يستحمله، تمام؟ بس الرقم ده بالبي اس اي، تمام. انا الشغل اللي انا هشتغله قدام او اللي انا عايز ايه ايوه، حولوا معايا المتر ال بحوله المتر، فباخد الرقم ده اللي هو 772 ونص بضربه في 10 اس 4 وبعدين بقسمه على 14 22 في الرو بالكيلو جرام على المتر المكعب. بركز قوي على الايه الوحدات لانها مهمه. الرو هناك اللي كان تقريبا كانت 800 وشويه و9 من 10 مش فاكر، ويطلع معاك الرقم ده 633 23 متر ليكويد، لازم تبقى تكتبها على بعضها متر ليكويد، تمام؟ خلاص انت كده حسبت الماكسيمم اوبريتنج بريشر، تمام؟ خلاص يعني انت خلاص حسبت الماكسيمم الباي بريشر والكلام ده كله، تخش على حاجه الخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي هو نمبر اوف ستيشن، انت عايز تحسب، انت عايز هل انت هتجيب كام بايب عشان توصل لك كام بامب قصدي عشان توصل لك الفلويد من المكان ده للمكان ده، فبتعمل ايه بقى؟ هو صراحه يعني الدكتور ادالنا قانون والمعيد ادالنا قانون، فسالت الدكتور قال لا امشي بالقانون بتاعك، وده يعني الاضمن انك تمشي يعني على كلام الدكتور، تمام؟ نقول مثلا النمبر اوف ستيشن هو التوتال لوس اللي انت حسبته اصلا قبل كده، والاوبريتنج بريشر اللي انت لسه حاسبه من شويه. يعني ايه؟ هتقول نمبر اوف بريشر حتى كده بالمنطق ده معناها ده البريشر اللي انا عايز اوصل له، ده اللي البريشر اللي انا محتاجه، تمام؟ على اقصى بريشر اللي هيدوني البامب هيديني بقى ايه؟ عادي البامب. يعني لو فكرت فيها هتلاقي ان القانون ده هو منطقي شويه، منطقي اكتر يعني. الرقم التوتال لوس اللي انا لسه حاسبها 3223 شويه اقسمها على الماكسيمم اوبريتنج بريشر، بس نخلي بالنا ليه هنا انا حولتها لمتر؟ ليه هنا انا حولتها لمتر؟ لان عشان اسوي الوحدات ببعض، التوتال لوس هنا بالمتر والاوبريتنج بريشر او الماكسيمم اوبريتنج بريشر هنا بالمتر، فاقسمهم على بعض هيطلع معانا ايه 5.1. ما فيش بامبس 5.1، ما فيش بامبس ستيشن 5.1، فبقول على طول بقربها لايه؟ لاقرب رقم صحيح لفوق. يعني طلع لي 5.00001، بقول برضو ايه؟ 6 ستيشن، تمام؟ خلاص انا جبت عدد الستيشن خلاص، تمام؟ انا بقى عايز اعرف طب احطهم فين؟ هل احطهم كده الست مع بعض كده في اول الخط كده وخلاص؟ احطهم مع بعض دخول الفلويد اوصل على طول؟ لا، ليهم ترتيب معين. يعني تحط البامب الاولى عند اللوكيشن زيرو عند بدايه الخط. طب والستيشن الثانيه او البامبس الثانيه
تحطها عندي مثلا على بعد 25 كيلو، الثالثه على بعد 30، اللي بعد 80، ليها اماكن معينه. الاماكن دي نعرفها ازاي بقى؟ نعرفها عن حاجه اسمها الهيدروليك جريدينت كيرف. ده عايزين نرسمه عشان برضو نوري الناس، هو ده المنظر، ده الشكل النهائي. تمام، انا طبعا رسمه باكسل، هوريك ازاي ايه ترسمه، نرسمه بايدينا يعني. تمام، اول حاجه نرسم البايب لاين بروفايل. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اول حاجه خالص اللي هو ده، بكل بساطه هتحط ترسم محور اكس محور واي. محور اكس هتسميه ده الديستانس اللي هو الاكس، هتسميه صفر مثلا، هتقسمه بقى صفر 30 60 ايا كان. الطول او المحور واي ده عباره عن الاتش تي، تمام، التوتال هيد، او ده الهيد بتاعك، التوتال هيد او بمعنى صح اللي هو برضه هيبقى الارتفاع بتاعك برضه اللي انت عايز توصل له، او المسافه اللي عايز توصل لها يبقى بالمنظر ده. انت هتسمي محور اكس ده، هو ده هيبقى الاكس، تمام اهو، وده هيبقى الاتش ايه توتال بتاعك. تمام، انا عندي الصفر في الجدول بقى، هجيب الجدول عشان ايه يبقى جنب معانا، هجيب الجدول بس. تمام اهو الجدول اهو، عندي الصفر طلعت 100، عندي ال 30 هنا طلعت 450، عند ال 55 جيت عند 400 ان هو معلم على 400، عند ال 80 طلعت 100، عند ال 120 طلعت 200، وصلهم ببعض. ايه ده؟ ده شكل الارض، ده الجراوند، ده شكل الارض اللي انا احط عليه الانابيب، اللي احط هنا البامب ستيشن، البامب ستيشن بتاعي. تمام، ده شكل الارض. تمام، عايز اوصل، عايز اعرف انا هنا هحط، عايز اعرف احنا قلنا خلاص هعمل في 6 بمبات احطهم على طول الخط ده. تمام، بعمل انا ايه؟ خلينا هنا اقول لك حاجه كده، بس انا حطيتها فين؟ عايز اعرف هنا الخطوه دي، انا برضو معلش خليها دلوقتي، خليها نقولها دلوقتي. عايز اعرف ال، انا اقولها فين مش عارف. اقول اول خط، اول خط المفروض انا برسمه، اول خط خالص بعد ما خلصت رسمت الجراوند، بروح للاتش تي، الاتش توتال بتاعتي، اوصلها باخر نقطه اللي هي هنا. بس نخلي بالنا هنا الرقم هنا مش باين، ليه بقى مش باين؟ ايه بقى، ايه اللي مش باين؟ اللي انا خلي بالك ان هو، ثانيه واحده، ان هنا في مسافه، ان ده مش واصل لل 200، في هنا 30، ال 30 دي بتاعت ايه؟ بتاعت الاتش اس اللي انا قلت، دي بتاعت الاتش اس. يعني انا هنا من اول تحت هنا خالص الجراوند اللي هو هنا خالص، اطلع فوق ده الزد اللي هي الزد اللي هي ايه؟ اللي هي ال 200. تمام؟ دي ايه؟ الزد اللي هي ال 200، ده ارتفاع الارض. وفي كمان اتش اس اللي هي 30 اللي انا فارضها او هو مديها لي في المساله، ده ال 30. ونلاحظ ان الخط مش واصل لل 200 لان هنا في 30، في هنا خط 30. اول خط هنرسمه خالص هو عباره عن الاتش تي بايه؟ بهنا، هنا اللي هي كام؟ اللي هي 230. طب نخلي بالنا الرقم هنا ده المفروض الاتش تي اللي هي الاتش توتال اللي هي المفروض كام؟ اللي هي المفروض 3233. طب انا ليه واخد كده 3333؟ لان انا في ارتفاع هنا عن الارض 100، فانا بزود برضو 100 وببدا هنا من 3333. تمام، طب نفترض مثلا ان انا بادئ الخط او الجراوند بتاع الارض تحتي بادئ هنا من الصفر، فانا المفروض انا احط هنا الخط النقطه اللي تبدا ايه، النقطه اللي تبقى 3233، بس عشان هنا في ارتفاع 100 فانا زودت هنا برضو 100، بقت ايه؟ بقت، هنشوف بس الرقم تاني، 3333. تمام، بالنقطه دي والنقطه اللي هنا ديت بنوصلهم ببعض. تمام، نوصلهم ببعض. انا عندي من اول الارتفاع ده لغايه الارتفاع ده، عندنا فيه 6 بمبات. طب كل بمب هترفع لي قد ايه؟ هقول لك كل بمب هترفع قد ايه، بتقسم الرقم اللي هو المسافه ما بينهم، ما بين النقطه دي والنقطه ديت، المسافه بينهم كام؟ هتقسمهم على عدد البمب، هتقسمهم على عدد البمبات. يعني عندي مثلا من هنا لهنا الرقم، المسافه تبقى كام؟ تبقى 3233 اللي هو الاتش
اتش تي اصلا، تمام؟ هتقسمه مع الست. انا حاسبه كده عشان نسيت احسبها. انا عندي 3233.277 على 6. المفروض كل بامب عايز بامب هتديني 538.8 هتزق متر، هتزق لي 538.8، تمام؟ فهاجي عند المية هنا واطلع 538.8 وعلم هنا نقطة، وهنا برضو تحت اطلع برضو 538 ونقطة، اطلع برضو ايه 538 وعامل نقطة، هنا برضو هتطلع برضو 538 واطلع نقطة، وهكذا، تمام؟ تمام. وتاخد موازي للخط عند كل نقطة. تمام. هنا في غلطة عملتها، في بس غلطة بسيطة عملتها، هي مش بسيطة. طب ثانية واحدة كده عشان ولا صح. لا لا تمام تمام صح تمام. بس كده، هي دي بس يعتبر يعني اكتر حاجة ممكن تلخبط معايا، ولا في حد واقف مع الحتة ديت؟ تمام يعني موصل كله تمام خلاص. تمام انت كده غرض الرسمه دي، انت عايز تعرف اللوكيشن بتاع البامب مكانها فين. فين اللوكيشن بتاع البامب؟ هو كل تقاطع الخط مع الجراوند، يعني النقطه دي هو ده مكان اللوكيشن البامب، ده مكان البامب، ده مكان مش البامب ثانيه، ده المكان اللي هتوصل لي بيه، البامب ده الثانيه. مكان البامب الثانيه. ده الثانيه صح. وبعدين ايه الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخمسة، الستة، ده مكان الستة. تمام؟ ازاي بقى؟ انت عندك بامب هنا موجودة عند الصفر، يعني تحتها خالص في البداية خالص، عشان بس تعالى بس اعمل خط كده معلش. اعمل خط. انت عندك بامب حاططها هنا. تمام؟ حاططها هنا، هترفع لك هترفع لك الليكود هتزقه لك. يعني هي مثلا قيمتها هتزقه لك، قيمه البامب او القدره بتاعتها 638.8، تمام؟ هي معلش دي مش قدرتها، دي قدرتها 500 وشويه، اي كان الرقم يعني. هيزق لك الليكويد من هنا لغايه، هيوصله لك لغايه هنا، تمام؟ دي البامب الاولى، وبعدين خلاص وظيفتها خلصت. البامب الثانيه هي موجوده هنا، هتزق لك بقى الليكويد، هترفعه لك المقدار ده عشان يتحرك المقدار ده. وبعدين تاني عندك بامب مكانها هنا، هترفع لك الليكويد شويه عشان تزقه لك المكان ده، هترفع لك الهيد بتاعك تاني. وعندك البامب اللي بعدها هترفع لك الليكويد شويه عشان يتحرك المسافه دي. اخر حاجه خالص او اللي لسه هترفع لك ده، هترفع لك برضو كمان اخر حاجه خالص. ايه اللي انا عملته ده؟ ده كيرف الاساسي اللي انا عايزه، اللي هو عايزه في المساله. هو عايز الشكل ده، الشكل ده يكون هو ده اللي خطه تقيل، الباقي يكون خفيف، الباقي ده يكون خفيف. هو عايز ايه بقى؟ عايز الخط الزجزاج ده اللي هو ماشي ده، ان البامب ان الهيد بتاعي هيمشي بالشكل ده، وبعدين في بامب هنا هترفع لي الهيد شويه، وبعدين هو ماشي هيقل هيقل هيقل، وبعدين في بامب هنا هترفع لي الهيد كمان، وبعدين هيقل هيقل هيقل، وهكذا وهكذا وهكذا. الخط ده اللي انا عامله ده هو ده اللي يكون بولد، هو ده اللي يكون تقيل لغايه اخر بامب. يعني البامب خلاص وصلت هنا للصفر، يعني وصلت للجراوند. اخر بامب هترفع لي الهيد بتاع الليكويد عشان يوصل لايه؟ لغايه الارتفاع ده. تمام؟ زي ما قلنا ده اخر حاجه، ان ده هو اللي يكون تقيل الزجزاج ده. وخلاص حددنا مكان، هنقول الخطوه اللي بعدها حددنا خلاص مكان اللوكيشن بتاع كل بامب. الاولانيه بامب الاولانيه مكانها في الاول هنا خالص، مكانها عند الزيرو. البامب الثانيه مكانها عند قول مثلا يعني 18 17، اللي بعدها هتقول عند مثلا 29 مثلا. دي قلنا دي الاولى، الثانيه، الثالثه، دي الرابعه عند وليكن مثلا 50. الخامسه وليكن مثلا عند قول 83. السته والاخيره ومثلا 200 قصدي 101 102 103 تقريبا، يعني اخر بامب هي دي اللي هتزق لك لغايه ما يوصل ايه للنهايه.
دي تعتبر اهم حاجه. اخر حاجه خالص عايز تحسب البامب هورس باور، ده قانون برضو مباشر، الهورس باور بيساوي الكيو في الاتش توتال في الرو خمس على 75 في الايه، في الايتا او الافشنسي. الوحدات هنا كلها بالاس اي، يعني هنلاحظ ان الكيو بالمتر مكعب الاور اللي احنا حاسبينها في الاول خالص 200 مضروبه في الاتش توتال بالمتر اللي احنا حاسبينها برضو 2000 او 3200 وشويه، الرو في الكيلو جرام على المتر في التكعيب اللي كان تقريبا 800 وشويه، الايتا نسبه مئويه هو بيديلك معطى في المساله، يعني نسبتها بتكون مش متذكر والله، بس برضه ممكن تكون من 75 ل 85%، تمام؟ يعني افرضها برضه ب 80%، 80% حاجه في النص كده. قانون هو مباشر، انت عايز تحسب الهورس باور بتاع البمبات كلها، انت محتاج كام هورس باور؟ فبقول 200 في الاتش توتال تمام في الرو تمام، ما عملتش اي حاجه، 75 ده ثابت، الافشنسي 7 من 70% او 7، يعني هنا افتكرت هي من 70% ل 80% تمام، فانت بتاخدها 70% 75% انت ودماغك بقى. تعالى وبرضه تضرب او في المقام هنا 3600 عشان برضه كيو هنا بالاور بالساعه، وانت عايز تحولها لسنتي. تضرب في الهورس باور، الهورس باور ليه بقى؟ للبامبس كلها. طب انت عايز تحسب الهورس باور للبامب لوحدها، فبتقسم او للستيشن لوحده، فبتقسم على ايه؟ اللي هو الستة، فيطلع لك الهورس باور للايه، للستيشن الواحده او للبامب الواحده يعني، لان الستيشن ادق يعني. كده خلاص، هي فاضل سلايد واحده بس اخيره، وهنا كنت كاتب هنا في حاله لو مش مديك الاس، يعني مش مديك 21000، فانت بتفرض ان الاس بتكون فانت تكتب الجدول ده دكتور كتبونا، يعني بتفرض ان الاس ممكن تكون 21000 او 24500 او تمام، بتفرض الاس كذا رقم تمام، وتروح تحسب البي ماكسيمم في كل رقم لكل اس، وبعدين تروح تحسب الماكسيمم اوبريتنج بريشر لكل مره تمام، وبعد ما تحسب الماكسيمم اوبريتنج بتعمل بتروح تعمل ايه بقى، بتروح تحسب برضو النمبر اوف ستيشن بتاع كل مره. ازاي الجدول ده؟ عند الجريد اهوت، عند الاس كل مره، عند الماكسيمم اوبريتنج حسبته قانون من الاس، وبعدين حسبت ال وعند الاتش ايا يكن يعني، وبعدين حسبت الايه نمبر اوف ستيشن. الدكتور حسبها كذا مره وبعدين اخد عايز وبعدين خد ايه خد اقل نمبر اوف ستيشن، عايز اقل نمبر اوف ستيشن عشان ايه اوفر فلوس تمام، هو خد اقل رقم، وده طبيعي ان اقل نمبر اوف ستيشن هيبقى مقابل لاكبر اس، طبيعي ليه؟ ان اكبر اس نرجع هنا اكبر اس هيديك اكبر بي ماكسيموم، وبالتالي اكبر بي ماكسيموم هيديك اكبر ماكسيموم اوبريتنج بريشر، لما البي ماكسيموم اوبريتنج بريشر يكون رقم كل ما يكبر اللي هو المقام ده، كل ما هو يكبر النمبر اوف ستيشن هيقل، فهو طبيعي ان يكون اعلى رقم في الاس هيديني اقل نمبر في ستيشن، يعني اقل ايه؟ اقل محطات بمبات احطها، فهو اعتقد يعني هو هيدولنا يعني ايه معطى تمام. وكده خلاص كنت خلصت اللي هي اول فكره او المساله اللي هي الايه الديزاين. البروبلم بقى يعني فيها افكار كتيره، بس اشارها او اللي شرحها المعيد انك تمشي بالعكس. تمشي بالعكس ازاي بقى؟ مش هنشرحها دلوقتي، خليها مره تانية. نمشي بالعكس ازاي؟ هو بيديك الهورس باور، بيديك جاهز يعني تمام، بيدولك رقم، فانت بتروح الهورس باور وتروح ترسم بقى بتقعد تحسب بقى، تفرض الكيوهات وبعدين تحسب الاتش توتال عشان في الاخر ترسم الايه الكاركترستيك كيرف وتجيب التقاطع عشان تحسب الكيو والاتش توتال. فدي يعني خليها مره تانية علشان ايه ما تزهقوش تمام، ولا في حاجه واحد يعني وقع في النص كده ولا في ايه؟ زي الفل يا باشمهندس ابراهيم، ألف شكر. تمام ازيك والله، تسلم يا هندسة. معلش يا غالي، لو معلش يا إبراهيم الأول بس سريعا، لو من الأول بس سريعا الأفكار كلها بسرعة بس كده يعني. تمام ماشي ماشي تمام تمام، نقولها بسرعة كده، نحل المسألة كده بسرعة.
اول حاجه خالص هو بيديك المعطيات ديت زي ما قلنا ان هي بالشرط ساعات بيلعب فيها الوحدات، اهم حاجه تركز فيها الوحدات. وانت بتقرا المساله نفسها حاول وانت ماشي ايه تظبط الوحدات على طول. الرو مثلا بيديها لك فانت على طول حط جنبها الزبزيك جرافتي. مديها لك مثلا الميو مديها لك بالسنتي بواز، حط جنبها على طول الكيلو جرام. ال بالكيلو حطها بالمتر. ال زي ما قلنا ممكن تجيبها باخر رقم هنا اللي هو ديستانس اللي هو 120 كيلو. وزي ما قلنا برضو الزد دلتا زد ممكن يديلك ممكن لا، دلتا زد اللي هو اخر رقم في الزد ناقص اقل رقم 200 ناقص 100، ممكن يكون سالب او موجب على حسب ايه الارقام. اول حاجه خالص انت عايز تحسب عايز تعمل ديزاين، عايز تصمم البايف، فبتحسب ايه عايز تحسب الدي اوبتيمال. بس قبلها بتظبط وحده كيو، عايز تحولها من مليون طن برير تحولها لايه لمتر مكعب بالارض، فبتحسب ايه الحزه بتاعتك دي كلها. وبرضه تحسبها بالجالون، تضرب تضرب الرقم 200 ده في 4 و4 تمام. عندك قانونين للاوبتيمم ديامتر، القانون ده والقانون ده، الفرق بينهم بس الوحدات. هتعرف بس انت بتدخل الوحدات بانه دخل البارامترز بانه وحده وتطلعها بانه واحد. يعني مثلا هتدخل هنا الميو مثلا بالسنت بواز، خلي بالك ان دي اللي هتطلعها بالسنت تمام. طلعت الرقم مثلا وليكن هنا بال 7.5 انش، تاخد اقرب رقم بعده على طول زوجي 7.5 انش، بتاخد على طول 8 انش تمام. او ممكن تبص في الجدول هنا، هو ده الرقم بتاع النومينال ديامتر اللي هو هو ده اللي هو اول العمود خالص. عندك الارقام ايه 4 5 6 8 10، تقول لك مثلا هنا 6 وربع، فعلى طول بتخش على 8 على طول، اقرب رقم زوجي بعد تمام. الرقم اللي طلع لنا 7.5، فانت بتختار ال 8 على طول، الرقم الايه اللي هو ال 8 تمام. كده عرفنا خلاص ان النومينال ديامتر او الاوبتيمم ديامتر بتاعي 8، فبتخش على الجدول ده جدول 40 وبتجيب منه الانترنال ديامتر تمام. طلع معايا 7981 انش، والسكنس 322 انش، وتظبط الوحدات بحيث ان دي تحولها برضو ايه لمتر تمام. الخطوه اللي بعدها بتحسب التوتال لوس، القانون ده مباشر على طول. ساعات برضو بيديك دي ساعات بيديها لك معطى مش معطى. الاتش اس مثلا عندك 30 40 50 ادالك معطى خير وبركه، ما ادالكش تفرضها ب 30. الاتش الدلتا زد برضو هتلاقيك برضو تعتبر معطى. الاتش ام تساوي بقى بتساوي ارقامها ما بين 10% 30%. الاتش اف اديها لك مثلا ب 20% بتاخدها 20%، ما ادالكش تفرضها ب 15% من الاتش اف. ظبطت المساله ظبطت القانون، هيطلع لك الفكره كلها، هيطلع لك انك عايز تحسب الاف. حسبت الاف الاتش توتال خلصت خلصتها. الاف عشان تحسبها عندك لازم يبقى معاك ريتيرن نمبر، لازم يكون معاك ريلاتيف رافنس تمام. ريتيرن نمبر رقم ده اهو تعويض مباشر، حليته وخلصت كده. الريلاتيف رافنس بتحسبه مساوي 15 3 0 15 فيت، بتقسمه ده الاي على الدي. خلي بالنا ان الدي هي الدي الوحيده اللي هحطها نومينال ديامتر تمام، اللي هي 8 مش 7981، لا بنحطها 8 تمام. دي ان الدي الوحيده اللي ايه نومينال. حسبت انا الريل نمبر خلاص بالارقام. الريلاتيف رفنس ده الرقم ده بتحفظه، يديهولك معطى ماشي، ما ادالكش تحطه 3 0 15 على الدي اللي هي 8 بس، دي بالانش ودي بالفوت عشان كده بتقسم على 8 على 12 عشان تحولها. طلع معاك خلاص جبت الاثنين دول، بتخش على مود ديجرام بتشوف الكيرف بتاعك وتشوف اللي هي ده الريليتيف رفنس الكيرف ده مع الريليتيف نمبر والتقاطع ما بينهم، بتروح تقرا الايه الريفليكشن فاكتور، يعني زي قريبه من زي الزد كده تمام، زي الزد فاكتور. المهم عشان ما نخبطكش القانون ده اسهل، استخدم القانون ده على طول. طول الفريكشن فاكتور بيساوي 316 على الريل نمبر اس ربع، دخل الريل نمبر طلع لك الفريكشن فاكتور على طول تمام. خلصت المساله، خلصت الاتش لوسس حسبتها على طول خلاص. ازاي؟ هنا المعطى المجهول الوحيد اللي الفريكشن فاكتور انت حسبته خلصته خلاص. حط الارقام عوض يطلع لك على طول ان الاتش توتال او الاتش توتال لوس يعني بالرقم ده بمتر ليكويد تمام. خلاص خلاص كده الاتش لوس. اخش على ماكسيمم بريشر، ماكسيمم باب بريشر هو قانون برضو تعويض مباشر، تعوض طلع لك البي ماكس. الان التي هنا بالانش، خلي بالنا من الوحدات الانش. السي لما يديلك معطى، يديلك مثلا معطى مثلا 3 مللي، فانت بتقسم 3 مللي على 25.4 عشان تحولها لانش، او ساعات بيديلك على طول كده معطى، او ممكن لو ما ادالكش تفرضها انت مثلا تقريبا بتمن
تمام 8 انش. تمام، انت لو شفت اصلا حسبت الرقم ده مثلا على الاله الحاسبه هيطلع لك، هيطلع معاك 118 من 100 انش، والتوم 125 من 100 انش، يعني الارقام كلها قريبه من بعض. الافشنسي والاس على الدي انترنال ديانتر تعويض مباشر طلعت البي ماكس. تمام، بعد البي ماكسيمم الرقم ده رقم اللي اسمه كده ثيوريتيكال، يعني رقم نظري كده، فانت عايز احسب الماكسيمم اوبريتنج بريشر، فباخد قول 9 من 10 بي ماكسيمم من البي ماكسيمم اللي انا لسه حاسبها. خلاص كده حسبت الماكسيمم اوبريتنج بريشر. تمام، الرقم ده بالبي اس اي، انا عايز احوله المتر عشان هستخدمه قدام بالمتر، فباخد الرقم ده واضربه في 10 اس 4 على 14 في 22 في الرو. خلاص ظبطتها بالمتر، اخش بقى على ايه؟ على البامبنج ستيشن، عايز احسب نمبر اوف بامبنج ستيشن. بعمل ايه؟ بقول للاتش توتال اللي انا حسبتها قبل كده في الاول، حسبتها قبل كده اللي هي 3200 وشويه، على الماكسيم اوبريتنج بريشر اللي انا لسه حاسبها من شويه بالمتر، عشان هنا حولناها بالمتر عشان دي بالمتر، طلع معانا 5.1. فبقول على طول النمبر اوف ستيشن بستة يعني. تمام، انا عايز اعرف بقى الست دول مكانهم فين بالظبط، فبرسم حاجتين، البايب لاين بروفايل اللي هو هتلاقيه بالشكل ده، اللي هو الشكل ده اللي هو ده البروفايل. تمام، وبعدين وارسم الهيدروليك بريشر جريدينت، وهتلاحظ هنا ايه، هنا في دلتا زد، هنا في دلتا زد. تمام، هنا هتلاقي هنا في دلتا زد، وهتلاقي في هنا الاتش اس. تمام، هنا مش المفروض هنا دلتا زد، هي المفروض ده الزد الارتفاع الاخير. تمام، هو ليه هنا الدلتا زد؟ هو اعتبر ان هنا انا بادئ هنا من الصفر، فبالتالي الدلتا زد هي زد، يعني ما تلخبطش نفسك، هنا دي ده زد زائد الاتش اس. تمام، يعني بمعنى انا ما بوصلش الاتش تي ديت توتال هيد، ما بوصلهاش للنقطه الارض، انا بوصلها لايه؟ لقيمه الاتش اس. وليكن مثلا دي، مثلا لو قلنا مثلا دي 200 ودي قيمتها 30، انا بوصل دي بفوق ب 200 وايه؟ 230 هيد. تمام، زي ما هنا دي المساله نفسها، انا وصلت جبت هنا الايه، جبت هنا الاتش توتال، بس الاتش توتال اللي معايا، الاتش توتال اللي معايا 3200. ليه هنا عاملها 3300؟ لان هنا في ارتفاع 100 على سطح الارض، فبزود هنا 100 برضه، فباجي عند النقطه ديت بوصلها لاخر نقطه عندي اللي هي زد زائد الاتش اس. تمام، فانا عايز اخد وبعدين بقى ده اول خط. طب الخطوط الثانيه دي هجيبهم منين؟ الخطوط الثانيه دي عباره عن موازيات. تمام، انا عايز اعرف اجيب النقط ديت ازاي علشان اعرف ارسم موازيات. النقط ديت اللي انا باخد التوتال هيد بتاعي اللي المسافه من هنا لهنا اللي هو 3200 وشويه، اقسمه على السته نمبر اوف ستيشن، يطلع لي المسافه بين كل ايه، بامب وبامب. تمام، يطلع لي 500 وشويه، فباجي هنا من اول ال 100 واحسب 500 وشويه، وبعدين احسب اطلع 500 وشويه اطلع، يبقى انا عندي النقط اللي هنا مجهزه هنا خالص، واخد موازيات. تقاطع الخط ده مع الجراوند او البروفايل لاند هو ده اللوكيشن بتاع البامب. خلاص يبقى ده البامب الاولى، البامب الاولى مكانها هنا في الاول خالص، البامب الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه مكانها هنا وبس، مكانها دي السادسه. تمام، طب في شخبطه كتير هنا، كل الخطوط دي انا مش هحتاجها، الخطوط اللي هي فوق دي احتاج ايه بقى؟ احتاج بس الخط ده اهوت بتاع البامب اللي هيطلع لي شويه وبعدين ينزل شويه، ده يطلع شويه وينزل شويه، يطلع وينزل، هو الزجزاج ده. تمام، حسبت انا خلاص اللوكيشن بتاع البامب، احسب اخر حاجه الهورس باور، القانون ده تعويض مباشر وتعوض وخلاص كده. تمام، بس يعني فوقك من دي. تمام كده، تمام. معلش سؤال بس، هو ال سامعني؟ حتة بس اللي هي الدلتا زد اللي هي الأخيرة دي، أنت بتحسبها مثلا كان ارتفاع الأول 100 وال الدلتا زد بتحسبها إزاي؟ ما بين الأول والأخير الفرق بينهم، يعني مثلا نفترض إن الزد مثلا كانت 300 مثلا والارتفاع الأولاني 100، فيبقى الدلتا زد 200 ولا إيه؟ اللي هو في الجراف. ايوه، يبقى اخر واحد ناقص اول واحد في الجدول. تمام، اخر واحد خالص ناقص اول واحد. خلاص تمام، معلش سؤال برضو اخير، حته اللي هي
الكيو اللي هي بنجيبها بطريقتين في الاول، في النظام اللي هو المتري اي بالظبط. والتاني. طب ما احنا شغالين كله بالمتري اظن في يعني المسألة ولا ايه؟ بالظبط بالظبط. لا هو مش الفكرة في الكيو احنا بنجيبها من المتر، احنا كده كده الكيو ماشي بنجيبها من المتر، تمام في قانون بحط فيه الكيو عشان بالظبط، بوحدة تانية هيتقطع على علشان سينما. اجيب ال... معلش تاني ماشي. النت عنده سؤال. المهم في تسأل بقول عن لك في النقطة دي القانون يعني ده. ولا تسأل عن النقطة دي كريم ليه؟ رد انت. ليه اتفضل يا ابراهيم. تسأل ليه؟ ليه استخدمنا قانون الاول واحد، قصدك نظام انهي واحد فيهم؟ هما الاثنين هيجيبوا لك نفس النتيجه نفس الاجابه. يعني عادي استخدم اي واحد فيهم صح كده؟ هو النت عنده تقريبا في مشكله. عندك انت في مشكله يا ابراهيم. اي بص واحد انت فيهم بتحط بس القانون ده، لك هو مش ان تفرق، بس انت لو عايز تجيب بالانش على طول ولا عايز تجيب بالمتر وبعد كده تحول الانش، بس هي دي الفكره. خلاص تمام 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 يا غالي، ألف شكر وشكرا جدا على المبادرة الجميلة دي والله، يعني استفدنا كتير. ألف شكر يا غالي. أي خدمة مكاوي حبيبي. وإن شاء الله شكرا يعني أبو ضيف هنكمل حبيبي يا غالي. يعني أحلى تحية لعم فهمي اللي منورنا طيب شرفنا.